الخامسة من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أهلا بك عبد الله، تحية لحضرتكم. والبداية بالعناوين. خلال استقباله رئيس ناميبيا الأسبق، الرئيس السيسي يؤكد مساعي مصر للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها المائية ويلبي طموحات الدول الأخرى. الإعلان عن أكبر كشف أثري في سقارة يضم 100 تابوت و40 تمثالا يعود تاريخها لنحو 2500 عام. تتابعون معي في أخبار الرياضة. في غياب محمد صلاح، المنتخب الوطني يواجه توجو الليلة بالجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثوابت الموقف المصري الساعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق مصر المائية ويلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية. جاء ذلك خلال استقبال سيادته رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق سام نيوما. وخلال استقباله وزير الخارجية الزامبي، تسلم الرئيس السيسي رسالة خطية من نظيره الزامبي إدغار لونغو تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سام نيوما رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة ومشاركة سفير ناميبيا بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السيد نيوما إلى القاهرة، مؤكدا سيادته اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بدولة ناميبيا الشقيقة، ومهنئا سيادته إياه على حصوله مؤخرا على جائزة مؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام، تقديرا لجهوده وإنجازاته في مجال تسوية النزاعات بالقارة الإفريقية، وكذلك لنضاله الطويل لتحقيق استقلال ناميبيا. من جانبه، أشاد السيد نيوما بدور مصر المقدر والدؤوب تحت قيادة السيد الرئيس في دعم جهود صون السلم والأمن في إفريقيا والوفاء بمبادرة إسكات البنادق في القارة بحلول عام 2020، مؤكدا على أهمية مصر وثقلها كفاعل رئيسي في إرساء دعائم العمل الإفريقي المشترك ولإيجاد الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية ولمختلف قضايا السلم والأمن بالقارة. كما أعرب الرئيس الناميبي الأسبق عن التقدير الذي تحظى به مصر في ناميبيا والقارة الإفريقية لما قدمته من مساندة تاريخية في الكفاح من أجل الاستقلال خلال القرن الماضي، فضلا عن امتداد هذا الدور المصري المقدر والداعم لمختلف القضايا الإفريقية على المستويين الثنائي والقاري إلى وقتنا الحاضر، وهو ما تجسد بوضوح مؤخرا خلال الرئاسة المصرية المثمرة للاتحاد الإفريقي في عام 2019. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية الإفريقية، خاصة ملف سد النهضة، حيث أكد رئيس ناميبيا الأسبق على تأييد بلاده لمساعي مصر من خلال المفاوضات لحل تلك القضية على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث. ومن جانبه، أكد السيد الرئيس في هذا السياق على ثوابت الموقف المصري الساعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق مصر المائية وكذا يلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جوزيف مالانجي وزير خارجية جمهورية زامبيا، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة ومشاركة سفير زامبيا بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إدغار لونغو، ومؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زامبيا في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا.
كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزامبي والرئيس لونغو شخصيا فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية. من جانبه أعرب السيد مالانجي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا لسيادته تحيات أخيه الرئيس الزامبي، حيث سلم السيد الرئيس رسالة خطية من الرئيس إدغار لونغو تضمنت بعض موضوعات العلاقات الثنائية والإعراب عن الرغبة في تطوير تلك العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري. كما أعرب وزير خارجية زامبيا عن تطلع بلاده للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة والتي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها، وذلك امتدادا للدور الفاعل للسيد الرئيس في معالجة القضايا الإفريقية خاصة ما يتعلق بدفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود في القارة الإفريقية، وذلك بالتكامل مع الجهود القارية ذات الصلة. وفي حوار مفتوح مع عدد من السفراء من مصر والدول العربية والإفريقية بحضور رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو-أسيوية، أشاد رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق سام نيوما بدور مصر على مر التاريخ في دعم جهود التنمية بالقارة ودعم حركات التحرر التي ناضلت من أجل شعوب القارة السمراء، مثمنا الدور الذي قامت به مصر خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي عام 2019 والذي كان له عظيم الأثر في دعم التعاون بين شعوب القارة الإفريقية. زيارتي لي شخصيا هي نوع من الشرف الكبير الذي لا أعتقد أني أستحقه، ولكن ما هو يعود على المنظمة أيضا. كون رئيس دولة وكون رئيس دولة وقائد ثورتها ومحرر أرضها يذكر المنظمة ويطلب زيارتها، أنا بحطها في ترتيب عالي جدا. وأعتقد أن أنا بالنيابة عن كل المصريين بقول هذا الرجل شكرا. أعلن وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني الكشف عن أكثر من 100 تابوت وما يزيد عن 40 تمثالا تنتمي للعصرين المتأخر والبطلمي، وذلك في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة. وفي مؤتمر صحفي عالمي قال وزير الأثار إنه سيتم نقل الكشف الجديد إلى المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة والمتحف المصري بالتحرير. 95% من الاكتشافات اخر 3-4 سنين. للمرة الثانية خلال شهر يتم الاعلان عن كشف اثري جديد بمنطقة السقارة لثلاثة ابار تضم اكثر من 100 تابوت اثري و40 تمثال مذهب يعودون جميعا الى العصر المتأخر او العصر البطلمي. اللي يميز الكشف ده الكم الهائل من التوابيت اللي عدت حاجز 100 تابوت. السبب الثاني اللي يميز هذا الكشف نتكلم على الحالة، حالة التوابيت أكثر من رائعة مقارنة بالحالة اللي توجد فيها التوابيت اللي أعلناها في 3 أكتوبر 59 تابوت. هنا خشب أجود، طبقة الذهب والنقوش والألوان أرقى، ده دليل على أنه المجموعة دي مجموعة أغنى ومجموعة مقتدرة ومجموعة ذات شأن أعلى. وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الكشف الأثري تم فتح أحد التوابيت وعمل أشعة سينية على المومياء وتحديد العمر والعصر الذي تنتمي إليه تلك المومياء. كل كشف أثري مهم حتى لو قطعة صغيرة، وقد يكون العمل الأثري بدون اكتشافات أكثر أهمية من الاكتشافات. فهو الناس بتعمل حفاير عشان تعرف أكثر عن الحضارة المصرية، عشان تعرف حاجات عن المعتقدات الدينية، عن الشعب، عن حاجات كتير قوي. النهاردة الكشف الأثري كبير، لقينا 3 أبار فاتحين على بعض من تحت مجموعة كبيرة من التوابيت. ده الكشف
اللي كان شرفنا بحضوره دولة رئيس مجلس الوزراء لما نزل، فاحنا كملنا الشغل والنهارده بنعلن جزء كبير من الكشف. العمل لم ينتهي لان لسه الابار في توابيت تانية هنشتغل وهنكمل. منطقة سقارية منطقة غنية جدا، منطقة بكر جدا. ويأتي هذا الكشف الأثري الهام داخل منطقة السقارة بعد 4 مواسم من الحفائر من خلال بعثة مصرية خالصة، حيث تم الكشف عن عدد من اللقى الأثرية المذهبة وبعض المومياوات لحيوان النمس وأشبال الأسود، بالإضافة إلى بعض التماثيل الخشبية. من منطقة السقارة الأثرية، أشرف مبارك، التلفزيون المصري. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة الدكتور إكرامي الساكت، الباحث في علم المصريات. دكتور إكرامي، بداية خالص التهنئة لبلدنا الحبيب، هذا الكشف الأثري الضخم في منطقة سقارة الذي تابعه العالم بأسره وتم بآد مصرية خالصة، كيف تابعت الحدث؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. خلينا أقول لحضرتك الاكتشاف سقارة هو الأضخم والأكبر في عام 2020. الاكتشاف موجود في منطقة سقارة الأثرية، بالتحديد في منطقة اسمها جبانة كبار رجال الدولة بسقارة. والمنطقة دي منطقة مهمة جدا وغنية جدا، وعثر على فيها قبل ذلك على جبانة للقطط وجبانة للحيوانات والطيور المقدسة. ولكن أهمية هذا الاكتشاف أيضا بالإضافة إلى ضخامته، الاكتشاف ده تم بأيادي مصرية خالصة 100%. فدي أهمية هذا الاكتشاف، اللي احنا أصبح عندنا طريق موجود في البعثة الأثرية مكون من رئيس البعثة والعمال والترميم، كل البعثة أعضائها مصريين. فخلينا أقول لحضرتك اللي بانتهاء هذا العام أيضا عندنا ما يقرب من 50 بعثة أثرية مصرية موزعة على مواقع الآثار في جمهورية مصر العربية. فده عظمة الاكتشاف اللي هو تم بأيادي مصرية خالصة 100%. الاكتشاف عبارة عن آبار عميقة للدفن كان موجود بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية، كانت مغلقة منذ أكثر من 2500 عام، عددها بيصل إلى أكثر من 100 تابوت، ويوجد أيضا 40 تمثال لمعبودات من العصر المتأخر والعصر البصلمي. إن شاء الله الاكتشاف هيتم نقله إلى المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة والمتحف المصري بالتحرير لكي تعرض هذه المكتشفات الأثرية في تلك المتاحف، ويستطيع زوار مصر من الأجانب ويستطيع أيضا المصريين الذهاب إلى هذه المتاحف لمشاهدة هذه المقتنيات الأثرية التي لا تقدر بثمن. فالعظم لحضرتك والسادة المشاهدين اللي سقارة الأثرية أنا بعتبرها من أهم وأغنى المناطق الأثرية الموجودة في مصر لسببين، لأن هي جبانة مدينة منف القديمة، ومنف القديمة دي كانت بتمتد من أبو رواش شمالا إلى ميدوم في بني سويف جنوبا، فمنطقة غنية جدا لأنها منطقة مترامية الأطراف. يعني إذا ننتظر اكتشافات جديدة خلال الفترة القادمة دكتور إكرامي. إن شاء الله الكشف الأثري لم ينتهي حتى الآن، أعمال البحث عن مزيد من التوابيت بالمنطقة لا يزال البعثة شغالة فيها، وهذا الكشف حظى باهتمام إعلامي منذ فترة، وزيارة الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء إلى هذه المنطقة ولا هذا الاكتشاف من قبل ادى أهمية إعلامية كبيرة. الحقيقة الدولة المصرية يعني داعمة بكل قوة للملف الأثري اللي هيعود على مصر بالخير الوفير. زي ما بنقول العام 2020 هو عام الاكتشافات الأثرية، إن شاء الله بعد انتهاء كورونا نقول العام 2021 هو عام الجذب السياحي وعام الخير لمصرنا الحبيبة. ننتظر ذلك بشغف وبكل الأمل. الدكتور إكرامي الساكت، الباحث في علم المصريات، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا. وما زلنا مشاهدينا الكرام في ملف الأثار، حيث تمكن فريق بحثي ألماني مصري من إعادة الألوان الأصلية للنقوش على جدران معبد إسنا بجنوب الأقصر عمره 1000 عام. وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة أن الفريق اكتشف أيضا نقوشا جديدة تكشف
تكشف لأول مرة، وهي عبارة عن أسماء أبراج نجمية مصرية قديمة، مشيرة إلى أنه تتم أعمال الترميم بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار المصرية. أدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء البحرين الراحل، وذلك عقب وصولهم مطار البحرين الدولي. وخلال لقائه الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء البحريني، أشاد مدبولي بإسهامات الراحل الكبيرة في نهضة البحرين على مدار نصف القرن منذ توليه رئاسة الوزراء، وحرصه على دعم وتعزيز علاقات البحرين بمحيطها العربي، لا سيما علاقات التعاون مع مصر. من جهته أعرب ولي العهد البحريني عن شكره لمصر رئيسا وحكومة وشعبا، مؤكدا اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية مع مصر، وتقديره لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان النتيجة النهائية للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج. وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم إن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى محافظات هذه المرحلة، مضيفا أنها تلقت عددا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تتم البت فيها. وصلت قاعدة مروة الجوية بجمهورية السودان الشقيقة وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري السوداني المشترك نسور النيل واحد، الذي يتم لأول مرة بين البلدين الشقيقين ويستمر حتى 26 من الشهر الجاري، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة. ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي. تفقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عددا من المنشآت الطبية في محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار جولتها لمتابعة استعدادات المحافظة للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك متابعة خطة التصدي لفيروس كورونا. وبدأت زايد جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة طب أسرة راس مسلة بالمحافظة، والتي بلغت تكلفتها 17 مليون جنيه، وتقدم الخدمة لأكثر من 5000 مواطن. كما راجعت معدل التسجيل لملفات طب الأسرة بالوحدة، والتي بلغت 2900 ملف طب أسرة تم تسجيلها حتى الآن منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة في شهر أكتوبر 2019. كذلك تفقدت مستشفى راس سدر المركزي. وتمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، افتتحت الهيئة العامة للرعاية الصحية فعاليات التدريب المكثف لأطباء الرعاية الأولية على برامج طب الأسرة، والذي يهدف إلى تأهيل 20 طبيبا كمرحلة أولية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. هنا في هذه القاعة بمحافظة الأقصر، وضمن الاستعدادات التي تجريها المحافظة تمهيدا لبدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، تجري فعاليات التدريب المكثف لأطباء الرعاية الأولية على برامج طب الأسرة، الذي يستمر لمدة 35 يوما. رفع كفاءة طبيب الأسرة وتدريبه على مستوى عالي جدا، ومهاراته الفنية والتدريبية تبقى على مستوى عالي جدا، ده بينعكس على تقديم خدمات
ذات جودة عالية للمواطن المصري بمحافظة الأقصر. وطبعا هنا المنتفع متعود على ان هو يتحرك على طول على المستشفى، لسه مش متعود على ان هو يبدأ بالمرحلة الاولى اللي هي الوحدة والمركز وبعدين يتحرك على المستشفى، فلازم يبقى عنده ثقة في الطبيب اللي موجود، طبيب الأسرة اللي موجود، ان هو على مستوى عالي جدا من الكفاءة والتدريب عشان يقدر يشخصه. وكمرحلة اولى يهدف التدريب الى تأهيل ورفع كفاءة 20 طبيبا ضمن منظومة التأمين الصحي وتغطية كافة الخدمات والتخصصات التي يتم تقديمها بوحدات طب الأسرة، بما يعمل على تقديم خدمات على أعلى مستوى من خلال المراكز والوحدات الصحية في إطار المنظومة الجديدة التي يتم تطبيقها قريبا بالمحافظة. التأمين الصحي الشامل هو أول خطوة حقيقية وفعالة فعلا في التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة، اللي هي التوجه العالمي للنظام الصحي في منظمة الصحة العالمية وفي العالم. التغطية الصحية الشاملة هي أنك تقدم كل الخدمات اللي الناس بتحتاجها بشكل جيد وبكفاءة عالية وبجودة عالية بدون ما حد يتعرض لضائقة مالية بسبب الإنفاق على الصحة. دورات تدريبية مستمرة يتم إجراؤها بالمحافظة تعمل على توفير خدمات صحية للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة وفقا لأحدث المعايير العالمية لمواكبة التطور العلمي الهائل والمستمر في التخصصات الطبية المختلفة. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. تلتزم هيئة سكك حديد مصر بمواصلة إجراءاتها الدورية لأعمال التطهير والتعقيم والتوعية في مواجهة فيروس كورونا، وتشمل الإجراءات محطات الركاب والقطارات وعرباتها من الداخل والخارج. على مدار ساعة أعمال التطهير والتعقيم داخل مرفق سكك حديد مصر مستمرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. ها هنا بورش أبو غاطس، حيث تخضع القطارات قبل انطلاقها على مختلف الخطوط لعمليات تعقيم دائمة من الداخل والخارج لسلامة وأمان الركاب. نكون في ورش الرئيسية وخاصة ورشة أبو غاطس اللي بيتم فيها تجهيز ونظافة القطارات، حيث أي قطار يصل المحطة النهائية بيتم نزوله وسحبه إلى ورشة أبو غاطس اللي هي الورشة الرئيسية. بمجرد أثناء نزوله بيتم غسيل العربيات أو القطار من الخارج عن طريق غسالة أوتوماتيكية بالمية والمواد الكيماوية. وصول القطار إلى الورشة بتقوم شركة الخدمات المتكاملة بغسيل العربيات من الداخل ونظافتها ونظافة دورات المية، وحفاظا على سلامة وصحة الركاب الذين يرتدون هذا المرفق الحيوي عبر تنقلاتهم. العمال التابعون لشركة الخدمات المتكاملة يقومون بتعقيم وتطهير كافة الأسطح المعدنية والوجهات الزجاجية والشبابيك وكل ما هو محل لمس من جانب الركاب. مستمرين في أداء عملنا داخل هيئة السكك الحديدية المصرية بكامل طاقتها الحمد لله فضل الله. تم التنبيه بتوزيع جميع الملصقات على جميع المحطات اللي موجودة على مستوى الجمهورية حتى يتم دخول الركاب المحطات وهم مرتدين الكمامات، متواجدين حتى الآن أمام شبابيك التذاكر بصفة مستمرة بتوزيع الكمامات على أساس أن كل راكب ما يدخلش المحطات إلا وهو مرتدي الكمامة، وذلك لضمان عملية التعقيم داخل المحطات. هيئة سكك حديد مصر تكثف من إجراءاتها الاحترازية والوقائية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمرفق سكك حديد مصر، والذي يشمل تعقيم وتطهير القطارات من الداخل والخارج مرورا بشباك التذاكر واستراحات الركاب، كفيل بالحفاظ على سلامة وصحة الركاب في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. من ورش أبو غاطس، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية شن الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، ما أسفر خلال أسبوع عن نتائج إيجابية في مجال الأمن العام نرصدها في التقرير التالي. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع
10,402 قضية تمونية متنوعة، وضبط 452 قضايا مقاهي مخالفة، وغلق 2,430 محلا مخالفا لقرار الغلق. وفي مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، تم ضبط عدد 24,201 سائق نقل جماعي. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 8,624 قضية تمونية متنوعة، من بينها 152 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 8,098 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها بمليون و93,230 جنيها، وضبط 14 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 37,947 لتر مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8,458 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3,464 طن، من بينها ما يقرب من 247 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقرابة 79.5 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 223,770 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 41,964 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و55 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1,976 قضية ومخالفة متنوعة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 76,560 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 55,741,048 جنيه مصرية. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,443 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت 7,374,822,784 جنيها، واخترت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. بدأ وزير الخارجية سامح شكري زيارة إلى الكويت، يسلم خلالها رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير الخارجية ووزير الإعلام بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح. تتناول اللقاءات مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية. نهاية الخامسة، وإذا هذا تذكير بأهم العناوين. خلال استقباله رئيس ناميبيا الأسبق، الرئيس السيسي يؤكد مساعي مصر للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها المائية ويلبي طموحات الدول الأخرى. الإعلان عن أكبر كشف أثري في سقارة يضم 100 تابوت و40 تمثالا يعود تاريخها لنحو 2500 عام. والمزيد دائما عبر ماسبيرو.جي. شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.